كتاب حياتي عين. ما شفتي زيه كتاب. عندنا الزبدة، هنحط معاها السكر ونبتدي نخفقهم. هنحط شوية بيض، قصدي هنحط البيض بيضة بيضاء، علشان خلاص احنا كده عملنا السكر والزبدة، فهنحطهم بيضة بيضة كده. حطينا البيض، نجيب الفانيلا، وطبعا غير الفانيلا والبيكنج باودر والبيكنج سودا كلهم من فوستر كلاركس. هحط تقريبا يعني هو مفروض غطى، لان هي الصراحه قوتها كويسه. بس كده رحت حبيت احط. يلا نزيد زياده الخير خيرين. دلوقتي حطينا هنا زي ما اتفقنا الزبده والسكر والفانيلا والبيض. هنحط دلوقتي الطحين اللي عندنا. عندنا الطحين مع منخول، ومعانا البيكنج باودر من فوستر كلاركس برضو، ودول هنخلطهم مع بعض وكده تبقى الكيكة بتاعتنا جهزت. هحط السبراي المنقذ. اوكي، هنحطه كده علشان ما يلزقش معانا، وعلى الاطراف بس خلاص. وهناخد دلوقتي الكيكة بتاعتنا، هنحط تقريبا يعني تلتينها في القالب، وهخلي التلت التاني للوش. بتقدروا بقى خليني اقلبها بس تقليبه كمان علشان الطحين اللي في الجناب. بتقدروا تحطوا في الحشوه، انا حطيت في الحشوه شويه جوز. اوكي، فاحنا ممكن نحط في الحشوه شويه جوز لو تحبوا، او تحطوا بس قرفه زي ما انتوا عايزين. قوامها سميك فعلا، لازم يبقى قوامها سميك، يا اما اللي انت حطاه هينزل تحت. ايوه خلاص كده تمام. حلو. هنحط شوية سكر بني هنا، يعني بيفكرك كده بالسينامون رول. وهناخد القرفة هنحطها برضو كده هنا، وزي ما اتفقنا بتقدروا تحطوا كمان جوز لو عايزين في النص، وبتقدروا تخلوها كده عادية زي ما انتوا عايزين، تحطوا بس على الوش يعني بصير. فزي ما تحبوا. احنا هناخد دلوقتي القرفة اللي عندنا ونحطها كده هنا في النص، هي بتعمل خط كده في النص لطيف برضو ان احنا نحط الصراحه عين جمل. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط دول كده هنا على الوش. طب وجبنه الكريميه والكريمه وين؟ لسه بقى هنحطها على الكيكه اللي هناك دي. هي اللي هتاخد بلدجة. هي اللي هتاخد المجد كله. هاي مسكينه. هناخد الكيكه بتاعتنا اللي خبينا فيها القرفه والسكر كده زي ما انتم شايفين، وعلى الفرن على درجه حراره 180، بتقعد تقريبا يعني 50 دقيقة. أيوة تمام. طيب دلوقتي احنا في الفاصل هناخد الجبنة اللي عندنا هنضربها مع الكريمة ومع السكر البودرة اللي هناخده برضو من الكسيح. هاخد تقريبا معلقتين من سكر بودرة الكسيح، بنفتحه بس مرة واحدة بالمقص، مرة واحدة بس بنضربه كده، وبعدين عبد الله انت السبب في اللخبطة اللي انا فيها، عشان انت بتكلمني في وداني وانا بتكلم. اوكي اوكي. طيب فتحنا أوكي. الكيس، وهناخد دلوقتي معلقتين من السكر البودرة زي ما اتفقنا، هنحطهم على الجبنة اللي عندنا اهو، هنحط عليهم الكريمة وهنخفق. بس الكلام ده مش هنخفقه يعني هنضربهم، احنا عايزينهم يبقوا نوعا ما القوام طبعا سميك. هناخد دلوقتي الكريمة اللي عملناها بتاعت الجبنة، وهنحطها على الكيكة بتاعتنا الجميلة اللي انتوا شايفينها دي كده، هنحطها على الوش. هذه عبارة عن جبنة مربعات، عبارة عن سكر ناعم وكريمة، صح؟ صح. بس بسيطة جدا هاي الكريمة، ما فيهاش حاجة. حتى غادة بس كان ممكن ضربناها أكتر من كده الصراحة، بس أنا عشان الوقت. بس غادة ممكن نحط لها قرفة؟ لا لا، يعني هتغير لونها ومش مضطرين لها يعني. لا هذا سؤال فقط. مش مضطرين لها قوي لان الكيكه اوريدي فيها قرفه. بس ممكن نضربها كنا اكتر من كده الصراحه، بس انا استعجلت شويه معلش. بس انتوا بتقدروا تضربوها اكتر من كده. طيب هناخد دلوقتي المقص ونبتدي نحط الصوصات بتاعتنا. احنا هنحط صوص شوكولا وصوص طافي على الوش، برضو القرفه بالباقي لها الكراميل.
خلينا نحط انت عامله صوص كراميل. اه وهحط كمان الكراميل. لنعمل كيكة القرفة والجوز بدنا 200 جرام زبدة، بدنا كوبين من الطحين، بدنا معلقتين صغار بيكنج باودر، 4 بيض، فانيلا، كوب ونص من السكر. أما للحشوة بدنا كوب جوز مجروش، بدنا نص كوب سكر بني من الكسيح، معلقة كبيرة من القرفة. أما للوجه فبدنا 3 أرباع كوب من الجوز، 6 حبات من جبن المكعبات، نص كوب كريمة، وكمان بدنا معلقتين كبار من سكر بودرة الكسيح، وصوص شوكولاتة، وصوص كراميل للتزيين.